لكل كائن حي خطة للنمو والتطور، يليها الركود ثم التراجع في النهاية. الشيء ذاته يحدث لك، لقد نموت في مرحلة الطفولة والمراهقة ثم توقفت فجأة عن النمو. ما السبب وراء طولك الذي أنت عليه؟ لماذا لم تستمر في النمو؟ أحد الأجوبة هو هرمون النمو الذي ينتجه جسمك. ينتج السوماتوتروبين أو هرمون النمو عن طريق الغدة النخامية، وهو مسؤول عن تكاثر خلاياك وتجددها، وهو ما يعرف باسم النمو القصير. كما يلعب أيضاً دوراً جوهرياً في صحتك العقلية والعاطفية، بالإضافة إلى التعلم وتحفيز الذاكرة، وينشط خروجه من الغدة النخامية عندما تمارس التمارين الرياضية أو عندما تشعر بالتوتر. ولكن يصل الهرمون إلى أعلى مستوياته عندما تنام نوماً عميقاً، ولذلك نموت أيضاً أثناء نومك. أما إذا كنت تعاني من اضطرابات النوم عندما كنت صغيراً، فقد تسبب لك هذا في عجز النمو. توجد مستويات عالية من السوماتوتروبين في الأطفال وخاصة الأولاد. في أثناء فترة البلوغ تحفز الهرمونات الجنسية هرمون النمو الذي يحدد معدل النمو المتسارع الذي اختبرته عندما كنت في سن المراهقة، ومع ذلك يظل هرمون النمو نشطاً في جسمك طوال حياتك مع انخفاض طفيف عند تقدمك في العمر. فكيف إذن تفسر حقيقة توقفك عن النمو في مرحلة ما؟ بمجرد أن تنقضي سنوات المراهقة، فإن الهرمونات الجنسية التي حفزته تحفيزاً دائماً تصل الآن إلى مستوى يعيق وصول هرمون النمو إلى العظام ويعيق نموك فجأة، لأنك قد وصلت إلى حجم البلوغ، وبالتالي يحدد طولك كل من المعلومات الوراثية المتوارثة. وهذه اللعبة الهرمونية أيضاً المصممة بشكل خاص لنهاية سن البلوغ فيك.